مدينة كونفنتري البريطانية. ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيد رامي. معلومات المرصد عن المناطق التي استهدفت وحدث فيها التفجير، هل هي ذاتها التي تحدثتم عنها قبل نحو 10 أيام؟ نعم صباح الخير. طبعا التفجيرات بدأت الساعة 11:20 تحديدا في قرية العباس الواقعة قرب مدينة أبو كمال على الضفة الأخرى من نهر الفرات المقابلة لهجين. استمرت إلى نحو ربع ساعة الانفجارات. تزامنت الانفجارات مع وجود طائرات مسيرة. هل الطائرات المسيرة هي صورت مكان الانفجارات قبل استهدافها أم جرى استهداف أرضي من خلال أحداثيات للطائرات المسيرة؟ ولكن الانفجارات هي مستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الواردة لإيران الموجودة في قرية العباس على ضفاف نهر الفرات الغربية الضفة الشامية. طبعا ليس بمكان الانفجار الذي حصل قبل أيام، ولكن نشير بأن الانفجارات تستمر والاستهدافات تستمر على ضفاف الفرات الغربية انطلاقا من أبو كمال وصولا إلى مدينة دير الزور. أبعد نقطة جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية في إطار استهدافها للميليشيات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران الموجودة في الضفة الشامية لنهر الفرات في محافظة دير الزور. لكن الانفجارات مثل ما ذكرنا، الانفجارات هي في قرية العباس قرب مدينة أبو كمال، استمرت لنحو ربع ساعة أو ما يزيد قليلا عند ضفاف الفرات الغربية. طيب هل عرف السبب أستاذ رامي الذي أدى إلى هذه التفجيرات؟ يعني كانت الانفجارات مثل ما ذكرت مترافقة مع وجود طائرات مسيرة. هل الطائرات المسيرة هي التي استهدفت، كانت مسخرة واستهدفت هذه المستودعات؟ هل الطائرات المسيرة أعطت إحداثيات للذين قد يستهدفون من الأرض؟ ولكن ما شاهدناه ووثقناه أن الانفجارات وقعت لمستودعات ذخيرة تقع عند ضفاف الفرات تابعة للميليشيات الموالية لإيران المسيطرة على تلك المنطقة من الأراضي السورية. ونذكر بأنه يوم أمس دخلت شحنات أسلحة تابعة، أو أمس أعلننا عنها حقيقة الأمر، صواريخ أرض تابعة لحزب الله العراقي تم تقديمها من قبل الإيرانيين وهي إيرانية الصنع، وذهبت إلى مستودعات تابعة لهذا الحزب، دخلت بسيارات نقل خضار من العراق. طيب هل نستطيع التعرف على الجغرافيا التي تتحرك فيها هذه الميليشيات أستاذ رامي في تلك المنطقة؟ أي نعم. بمعنى أنها تتحرك بحرية وبالتالي تستهدف، هي ظاهرة للعيان؟ لا، هي يعني هناك داخل القرى. عندما نتحدث عن قرية العباس هي مستودعات داخل قرية تقع عند ضفاف الفرات. عندما نتحدث كنا سابقا عن وجود مستودعات ومقرات في البادية السورية يعني مراكز للتدريب، لكن هذه المقرات لم تعد موجودة. يعني على ما يبدو الإيرانيين دخلوا في ضمن المناطق المدنية، بدأوا يدخلون أسلحتهم عبر شاحنات تنقل الخضار والفواكه من داخل الأراضي العراقية أو البضائع من داخل الأراضي العراقية إلى داخل الأراضي السورية خوفا من الاستهداف. ولكن على ما يبدو أن إسرائيل لديها مخبرين ولديها عملاء على الأرض، بمجرد أن تستقر هذه الشحنات يجري استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية. ونقول بأن الطائرات الإسرائيلية ليس شرطا أن تكون طائرات حربية، لأن هناك أيضا طائرات مسيرة تقوم باستهداف الميليشيات الإيرانية عند ضفاف الفرات. هذه الميليشيات تسيطر على كامل البقعة الجغرافية من أبو كمال وصولا يوم أمس قلنا إلى التبنى شمال غرب مدينة دير الزور، ولكن تواجد النظام هو تواجد شكلي وتواجد حكومي في بعض المقرات. شكلي بمعنى أنه لا وجود لقوات نظامية هناك؟ يعني عندما نتحدث عن أبو كمال هناك مقر للقوات النظامية بالتزامن مع وجود نحو 10 مقرات للميليشيات الموالية لإيران. عندما نتحدث عن قرية العباس هناك مفرزة للشرطة المدنية، بينما هناك مراكز للميليشيات الموالية لإيران. عندما نتحدث عن الميادين، مركز واحد مقابل مراكز للميليشيات الموالية لإيران، وإيران تسيطر على مراكز حكومية وتحولها إلى مراكز استقطاب للمدنيين. وعندما نشرنا عن حزب الله اللبناني عندما يستقطب المدنيين داخل مدينة دير الزور يتخذ من مقر حكومي مقرا له. شكرا جزيلا لك من مدينة كونفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.